قال المترشح لرئاسية علي بن فليس إنه سيقدم برنامجا شاملا بعيدا عن الشعبوية وبيع الأوهام للناخب. وأضاف بن فليس أنه في حالة انتخابه سيبعد السياسة عن الفعل الاقتصادي، كما سيعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتفعيل إجراءات قضائية ودبلوماسية ناجعة لاسترجاعها. ولا يمكن على الإطلاق لأي كان أن يأتي ليعد الشعب الجزائري بأنه يمكنه التكفل بحل كل المشاكل. بداية أعلن أمامكم ومن خلالكم أمام الشعب الجزائري، لست أبدا في مسابقة تكون جائزتها من هو الذي يكون أقوى من غيره في الشعبوية والوعود الواهية. يقولوا هاي الإجراءات إلى آخره. النقطة الثانية، هذا الأول دبلوماسي. ثانيا، قال إيطاليا أو فرنسا أو أي دولة أخرى التشريعات تختلف عن بعضها البعض، وبالتالي نرسل عدد من القضاة الجزائريين للبلدان المعنية بهذا التهريب، يعني اللي تحطت الأرصدة فيها ومشت لها، حتى يعرفوا في أسبوع ولا 10 أيام قضاتنا كيف التعامل مع هذه الدول وما تشترطه هي حتى تتجاوب مع مطالبنا. يرجعوا القضاة لهنا. ثالثا، يعيدون الملفات هذه حتى لما ترسل هذه الملفات لهذه الدول لا ترفض لأسباب شكلية.